الإطلاق. قال السؤال الرابع: هناك بعض الأشخاص يتعصبون لبعض المشايخ، فماذا تقول لهؤلاء؟ ماذا يفعلون؟ يتعصبون لبعض المشايخ. لا شك أنه لا يجوز لمسلم أن يتعصب لشخص في الدنيا إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أرسل رحمة وهداية للعالمين، وهو الذي فقط عليه الصلاة والسلام أمرنا باتخاذه أسوة حسنة. وكل العلماء الذين نستفيد من علومهم إنما نستفيد منهم لا لذواتهم وأشخاصهم، وإنما لأنهم أدلاء يدلوننا على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. فإذا ما تعصب المسلم لواحد من المشايخ سواء كان من الأحياء أو الأموات، فمعنى ذلك أنه نسي رسالة الرسول عليه السلام وتشبث بهذا الشخص الذي لا يجوز أن يقرن مع النبي صلى الله عليه وسلم في العلم أو في الخلق أو في الكمال. فلا غرابة حينما أقول إن تعصب المسلم لشخص أو لشيخ واحد إنما هو إخلال منه بشهادته أن محمد رسول الله. ولذلك فأنا حينما أشرح الشهادة بأن الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أقول إن الشهادة الأولى تستوجب على المسلم ألا يتخذ معبودا مع الله أحدا، وإلا فهو الشرك بعينه. كذلك بالنسبة للشهادة الثانية أن محمد رسول الله أو عبده ورسوله، من اتخذ أسوة أو قدوة له في هذه الحياة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل كثير من المتعصب اليوم، وكما هو مذهب الصوفية الذين يقتدون بشيوخهم، وقد غلا بعض هؤلاء فخططوا لمريديهم هذه الضلالة الكبرى ألا يتخذوا مع الشيخ أسوة أخرى، فقالوا دون خجل أو حياء: مثل المريد يتخذ شيخين كمثل المرأة تتخذ زوجين. ولذلك فقد استعبدوا المريدين وجعلوهم عبيدا لهم، بحيث كنا نسمع عن بعضهم بأنه لا يتصرف في شيء من شؤون حياته إلا أن يستشير شيخه. لقد اتخذوا الشيوخ أسوة أكثر من أصحاب الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه فيما يتعلق بشؤون عباداتهم، أما في شؤون دنياهم في بيعهم وشرائهم وتجارتهم هل يذهبون هل يسافرون أم لا، فكانوا أحرارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم
كان من كمال دعوته وتبليغه بشريعة ربه أن قال لهم ما أمرتكم من شيء من أمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم من شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. لقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه لم يأتي ليعلمه أمور الدنيا والسعي والضرب في الأرض في سبيل طلب الرزق، وإنما جاء ليعلمهم ما يتقون الله تبارك وتعالى به من الطاعات والعبادات واجتناب المحرمات. أما شيوخ الصوفية فقد استعبدوا مريديهم استعبادا كاملا وأوهموهم أنهم عليهم أن يستشيروهم في كل شيء من أمور دنياهم فضلا عن دينهم. فقد كان هناك أشخاص نعرفهم بأسمائهم لا يتزوج إلا برأي الشيخ، ولا يسافر سفرة إلا برأي الشيخ، إن قال له سافر سافر، وإن قال له لا تسافر لا يسافر. استعباد سبق أي استعباد كافر مهما سمى وعلى، لأن الكفار يستعبدون الناس من ناحية مادية، أما هؤلاء فقد استعبدوهم من الناحية النفسية، فهم أذل من العبيد مع شيوخ مع أسيادهم. وأنا أقص لكم عبرة، قصة فيها عبرة لمن يعتبر. أحد المشايخ هناك في دمشق الشرق وفي مسجد في سوق من أشهر الأسواق في دمشق اسمه سوق الحميدية، وفي مسجد اسمه مسجد ذهب عن اسمي في وسط سوق الحميدية لعله تحضرني فيما بعد. قرر في الدرس القصة التالية، أن أحد الشيوخ شيوخ الطريق قال يوما لأحد مريديه اذهب واتني برأس أبيك، ففعل وجاء إلى الشيخ وهو فرح مسرور لأنه نفذ أمر الشيخ، فما كان من الشيخ إلا أن تبسمت وجه مريده ضاحكا، قال له أنت تظن أنك فعلا قتلت والدك؟ قال لي، قال أنا أمرك بقتل أبيك، إنما أمرتك بقتل ذاك الرجل لأنه صاحب أمك، أما أبوك فهو غائب ومشاكل. قص هذه القصة والناس الجالسون كأنهم مشهورين، ما أحد ينطق بكلمة، كيف يا شيخ هذا يمكن أن يقال؟ الشيخ يقول للمريد اذهب واقتل أباك وينفذ الأمر، وإن كان في الباطن أنه ما قتل، ما أحد يتكلم بكلمة. الشاهد قص هذه القصة ثم بنى عليها حكما شرعيا، قال من هنا يؤخذ بأن الشيخ إذا أمر مريده بحكم يخالف الشرع في الظاهر فيجب إطاعته. لماذا؟ لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. ألم تروا في القصة كيف أمر المريد بقتل الأب، لكن تبين فيما بعد أن هذا صاحب الأم، وعلى ذلك لو رأى أحدكم
الصليب معلقا في عنق الشيخ فلا يجوز أن ينكر عليه، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. ونفضل الدرس، ونحن كنا يومين نصلي تراويح في مسجد على السنة، ونجتمع في دكان لي أصلح فيها الساعات، ونجتمع فيها بعد كل صلاة من كل ليلة من رمضان. جاءني شاب من أخواننا فقص علي هذه القصة، كان حاضرا للدرس، ولحكمة يريدها الله مر شخص أمام الدكان هو قريب لصاحبي، فركض وراءه ناداه قال له يا أبا يوسف تعال. دخل فأثار معه موضوع قصة الشيخ مع المريض. ايش رأيك يا أبو يوسف في الدرس اليوم؟ مساكين قال ما شاء الله ما شاء الله، تجليات من هذا الكلام السوري هناك. فأخذ يناقشه كيف يأمر الشيخ تلميذه بأن يذبح أباه. قال له أنت تنكر كرامات الأولياء، هي اعتبر كلام. أخيرا دخلت أنا معه في الموضوع، والقصة طويلة. إن كان الجدار إذا وجهت إليه آية أو حديث يفهم منك فهو يفهم منك، ما فهم منا شيئا. أخيرا قلت في نفسي اضرب مع هذا الإنسان الذي لا يحس ولا يشعر بكلام الله ولا بحديث رسول الله، اضرب على الوتر الحساس كما يقولون. قلت له، وهنا الشاهد من كل هذه القصة، قلت له يا أبا يوسف الآن خلينا نكون صريحين مع بعضنا البعض، لو أن شيخك أمرك بأن تذبح والدك هل تفعل؟ ماذا يتصور من إنسان معه ذرة من عقل أو إيمان سوى أن يقول أعوذ بالله؟ لا، هو ما قال هذا، قال أنا ما وصلت بعد إلى هذه المنزلة. انظروا كم فعلوا بهؤلاء الناس، يعني أفينوا عقولهم، فعلا أثروا في عقولهم، ما عاد يميزوا الحرام من الحلال، ما يجوز ما لا يجوز، بل وصلوا إلى المنزلة يعترف أنه يطمع أن يصل إلى منزلة إذا قال له الشيخ اقتل والدك أن ينفذ. لما قال لي أنا ما وصلت بعد إلى هذه المنزلة، قلت له باللغة السورية إن شاء الله عمرك ما توصل، عمرك ما توصل لهذه المنزلة. فانظروا الآن كيف أدى الإخلال، لأن محمد رسول الله والإخلاص له في الاتباع وحده لا شريك له في الاتباع، كيف وقع الناس في الشرك وفي الضلال لأنهم أشركوا في الاتباع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. لذلك لا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ في هذه الدنيا شيخا واحدا مهما سما وعلا، مهما كان في ظني عالما وصالحا وهو إلى آخره، وإنما يكون كالنحلة تطوف على كل الأشجار والأزهار لتأخذ منها ما تخرج من بطونها ذاك العسل نشهده بأنه شفاء للناس. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، يأخذ من كل عالم ما عنده من علم، كما كان علماء السلف رضي الله عنهم، فهم قد ترجموا لكثير من العلماء بأنهم كان لهم مئات الشيوخ. أبو حنيفة مثلا رحمه الله ذكروا في ترجمته أنه كان له 1000 شيخ، وأنا لا يهمني أن يكون هذا الخبر صحيحا
بالسند والرواية، لكن هذا موجود. فإن الكتاب السابق الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير أسلوبه فيه، وهذا أسلوب فيه فن فيه إبداع، ليحفظ أسماء شيوخه رتب أسماءهم على حروف ألفاء حروف المعجم، وروى لكل شيخ من هؤلاء الشيوخ حديثا واحدا. كم عدد شيوخه؟ أكثر من 1000 شيخ. هذا مسجل في كتاب اسمه معجم الطبراني الصغير. أكثر من 1000 شيخ روى عن كل شيخ في هذا الكتاب فقط حديثا واحدا، يقصد أن يحفظ ويجمع أسماء شيوخه. هو له 3 كتب: معجم الطبراني الصغير، ومعجم الطبراني الأوسط، ومعجم الطبراني الكبير. الصغير والأوسط أسلوبهما واحد من حيث أنه رتب أسماء الشيوخ، لكن يختلف المعجم الأوسط عن المعجم الصغير فقط من حيث أنه يذكر في الأوسط للشيخ الواحد أكثر من حديث واحد، أما في الصغير فيذكر فيه حديث واحد، فله أكثر من 1000 شيخ. هكذا كان علماء سابقا، لأنه في الحقيقة كل عالم يتميز عن غيره بعلم أو بخلق أو دين أو صلاح أو شبه ذلك. وأما المعجم الكبير وهو المعجم الثالث للطبراني فأسلوبه فيه يختلف تماما عن معجم الصغير والأوسط، وخلاصة ذلك أنه على طريقة المسانيد. من كان منكم يعرف مسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي ونحو ما من المسانيد التي بدأت تظهر الآن في عالم المطبوعات، فمعجم الطبراني الكبير رتبه على أسماء الصحابة، بدأ بـ10 مبشرين بالجنة، ثم بدأ بالألف والباء وبين المكعب وهكذا، ويذكر هناك لكل صحابي كثيرا من الأحاديث ولا يستوعب أحاديثهم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.